بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. محمد وآلتي الكرام، إخوتي الأفاضل، أخواتي الكريمات، نحن وأنتم نغادر شهر الله. نسأل الله تعالى أن يتقبل منا القليل الذي بذلناه في هذا الشهر، وأن يجازينا من حيث هو لا من حيث نحن، وأن يوفقنا للقادم من إن شاء الله السنين لطاعاته في شهر رمضان المبارك. هي فرصة عظيمة دخلناها وفوتناها أو فوتنا الكثير منها. نسأل الله تعالى أن لا يؤاخذنا بجهالتنا، اللهم آمين. وندعو لكم وللجميع إن شاء الله بالتوفيق والسداد إن شاء الله تعالى. باسمكم جميعا سادة الكرام، نرحب بضيفنا الكريم سماحة السيد رشيد الحسيني، الأستاذ في الحوزة العلمية في النجف، الأشرف. سيد الكريم، السلام عليكم وأهلا وسهلا ومرحبا بكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وتقبل الله أعمالكم. منا ومنكم إن شاء الله. سيدنا، الآية المباركة اللي تم اختيارها هذا اليوم سيدنا، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، جزء من آية: تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون، صدق الله العلي العظيم. آية 229 من سورة البقرة. أحسنتم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، اللهم صل على محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. في واقع الحال، مجموعة آيات سواء في سورة البقرة أو سورة النساء وسور أخرى أيضا، يذكر الله سبحانه وتعالى النواهي. النواهي، نعم، جمع النهي، نعم، النواهي عن المحرمات، نعم، لا تفعل كذا، لا تفعل كذا، هذا حرام عليك، هذا عليه حال محظور. فمحظورات الشارع ونواهي الشارع ومحرمات الشارع لما يذكرها يقول تلك حدود الله، هذه الحد الفاصل ما بين طاعة الله وبين معصيته. نعم. إذا أنت تريد تصير في جملة المطيعين، لابد أن لا تتعدى الحدود هذه. الله سبحانه وتعالى يقول وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم، زوج. نعم. بعدين يجي يقول حرمت عليكم أمهاتكم وأخواتكم وبناتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وربائبكم، يبدأ يتكلم عن أصناف من يحرم عليك الزواج منهن. نعم. قد يقول تلك حدود الله. يقول الطلاق مرتان، إما تسريح بإحسان أو إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. بعدين يتكلم عن أحكام الطلاق، شلون أنت عليه حال. بعدين يقول تلك حدود الله فلا تعتدوها، وهكذا. ولكن الغريب في المسألة أن آية من الآيات ما تقول تلك حدود الله فلا تعتدوها، نعم، تعبر تعبير آخر، فلا تقربوها. سيدي، أحسنت، تلك حدود الله فلا تقربوها ولا تتعدوها. أنا اللي لفت نظري في هذه الآيات في واقع الحال، بس خلي الآية اللي قالت ولا تقربوها في مسألة الصيام، في مسألة الصيام أنه على أي حال أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، في قضية العلاقة الزوجية بين الزوج والمرأة في وقت الصوم يتبين شوكية لك حاق كذا مدري إيش، إلى أن يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود. بعدين يقول هكذا ولا تباشرهن، شوفوا ولا ولا ولا، يعني النواهي، نواهي الشارع. نعم. ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد، تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. هذه في واقع الحال تبين قضية اللي أنا ألفتت نظري إنصافا، شو آيات لا تتعدوها، حدود الله لا تعتدوها، يعني لا تتعدوها، هذه تقول لا لا تقربوها، لا تقربوها. شنو الفرق بين لا تتعدوها ولا تقربوها؟ نعم. وين الفرق؟ هي نفس الحدود سيدنا، نفس الحدود. أحسنتم. نعم. نفس الحدود.
بس يظهر والله العالم أنه بعض النواهي أو بعض المحرمات الناس يذهبون إليها إلى أن يكادوا أن يسقطوا فيها، يكادوا أن يسقطوا في الحرام ويرجعوا. رب العالمين يقول أكو بعض الحالات اللي هي تسميها المحرمات هي في الواقع نحو محرمات لها جاذبية، يعني مغناطيسية تجرك. هذه المحرمات اللي تجرك دير بالك مو أنه توصل إلى حدها حتى تقول الحمد لله أنا سيشوف أنا ما سويت شيء، لا تروح أصلا قريب إلها. أضرب مثالين حتى الإخوة الأعزاء يعني يقفون عند مفهوم الآية بشكل جيد. شوفوا شباب، العلاقات البينية بين الإناث والذكور، العلاقات بالجامعات وكذا شيء، وتعرفون حرام واحد عليه حال يزني، حرام عليه واحد أنه يعمل المنكرات، حرام. والزاني والزاني عليه حال الله يحدد شلون يعاقبون، زين. ولكن لأن العلاقة في واقع القصة ما مسوي شيء، شلونك؟ شلون أحوالك؟ إيش لبستي؟ شكلتي؟ يومتى أشوفك؟ يومتى؟ ما مسوي شيء سيدنا. نعم. ما شكل يقولون شباب؟ يكتبوا لي سيدنا أنا ترى علاقتي كلش بريئة. يا بشنو براءة فيها؟ أنه إلى الآن أنا ما لامسها. هذه يعتبرها أنه هذه براءة. في حين القرآن الكريم يقول أنت أصلاً فتح العلاقة معها والتواصل معها ونوع من حسب تعبيرنا نوع من التبادل المشاعر، هذا أنت اقتربت إلى شنو؟ إلى المحذور والمحظور والمنطقة الحرام. دير بالك لا تقربوها، لا تقربوها. مو عرضت بخدمتكم أنه بعض المحرمات مغناطيسية جرجر كذا وهيك بعد. نعم. فأنت لما تدخل في هيك مدخل هكذا مدخل هو يجرك حسب يجرك شئت أم أبيت. الله يعلم كم من الشباب يجوني، كم من الشباب يجوني ويبكون، يعني بكاء الطفل. أقول له بابا شبيك بس اسكت أنت هذا. يقول سيدنا والله ما كنت أنا، كان على أساس علاقة كذا بس أنا صار فلان شيء، يعني على حال فعل المنكر بكل تفاصيله ويبكي ولد، يعني ما كان يتوقع أن يصير هذا الشيء. يقول هي قالت لي تعال فلان مكان كذا وما أدري شنو وانطوا من كذا ورحنا فلان شقة وصار فلان شيء. شوف لما أنت تحوم حول الحمى، الحديث شو يقول؟ من حام حول الحمى أوشك أن يقع فيه. من أنت تدور حول الحرام دير بالك ترى لو راسك يدور وطيح لو هو إلى شنو جاذبي ويسحبك. سيدنا قد يفهم من كلامكم أنه أساس الكلام هذا ما بإشكال، ولكن الوقوع لا. في المصيبة الكبرى الإشكال. لا أنه أنا مشتاق لك وأنا أحبك وأنا أنا هو أقول هذا الإشكال. نعم هذا الإشكال. ليش؟ لأنها فتح باب فلا تقربوها. أصلا ليش افتحت علاقة حتى تنتهي إلى هذه المفاسد؟ ليش افتحت علاقة حتى تسقط في هذه القضية اللي تجي تقعد تبكي وتقول سيدنا أنا شو أسوي وصار كذا؟ فأقول بعض الأحيان إحنا نقول الحمد لله سيدنا أنا ما شارب خمر، يعني جيد ما شارب خمر، بس أنت تحضر مجالس الخمر وياي إيش يصير؟ يعني بعض الأحيان أنه التقرب عفوا الاقتراب، التقرب ليس صحيحا، التقرب يعني شيء إيجابي، الاقتراب إلى الغلط، الاقتراب إلى الغلط بحد ذاته هو فيه شنو؟ فيه محاذير مخيفة مخيفة. فيا شباب لما شوف تلك حدود الله فلا تعتدوا المنكر، لا تصير صديق فلان حتى مو واحد يقول سيدنا أنا إيش مدريني هذا صديقي سيء أخذني إلى الغلط. أنت أصلا العلاقات البينية لابد أن تكون دقيق فيها حتى لا تنتهي إلى، لذلك نقول شنو يا بني، يقول الإمام يا بني الرفيق ثم الطريق،
يعني شنو الرفيق؟ يعني الصديق وطريق ونوعية الصديق هو اللي راح يحدد لك شنو الطريق. إن كان صديقا صالحا فطريقك إيش؟ صالح. نعم. والعكس بالعكس. اسمعوا إلى بعض الروايات في هذا المجال اللي جاء أقول يا جماعة لا تفتخر أنه سيدنا أنا ما شارب خمر، بس التجالس في موائد الخمر، وتعرفون الجلوس على مائدة الخمر حرام، نفس الجلوس على مائدة الخمر حرام. ليش؟ لأن رب العالمين يدري أنه هذا النوع من التعامل مع الغلط قد يوقع كوين؟ في الغلط. استمعوا لا. إلى كلام علي صلوات الله وسلامه عليه يقول أمسك، يعني شنو أمسك شباب؟ يعني أكمش نفسك، أمسك عن طريق إذا خفت ضلاله. يقول الطريق اللي في واقع الحال، الطريق اللي تخاف أنه تضيع، أوقف، لا تطب، لا تدخل هذا الطريق، لا تدخل. سيدنا أخو أنا ما متيقن الضلالة، ما متيقن أن أتيه. يقول بابا قف، أمسك عن طريق إذا خفت ضلاله، فإن الكف عن حيرة الضلالة خير من ركوب الأهوال. يقول سيد الإمام، يقول أنت من ما تدخل طريق اللي بيه شبهة وشك قد شوية تتأذى، بس أذيتك هاي أفضل من أن ارتكاب شنو؟ الأهوال. أهوال يعني قضايا خطيرة. يقول سيد أنا ما فتحت علاقات. ممتاز. ليش ما فتحت علاقات؟ لأن خفت أنه أغطية. جيد. مو أنا سيدنا صار عندي على حال نوع من حسب تعبيرنا نوع من الانعزال. أقول انعزالك هذا خير من سقوطك وين؟ وليس كل انعزال غلط. هذا أنا في اليوم بحث لازم أبحثه. هل الاعتزال والانعزال سلبي؟ لا، عندنا انعزال سلبي وعندنا اعتزال شنو؟ إيجابي. نعم. أهل الكهف، أصحاب الكهف اعتزلوهم، وشي الآية الكريمة فتية آمنوا بربهم فزدناهم هدى. إذا اعتزلوا المجتمع. وإذا اعتزلتموهم وما يعبدون. شوف اعتزال عما يعبدون، اعتزال عما يفكرون، اعتزال عما يذهبون، هذا اعتزال إيجابي. تقول سيدنا أنا بقيت بدون أصدقاء. أبقى بدون أصدقاء خير من أن تقع في ماذا؟ واضح. شوف هذا علي كيف يفسر هذا الأمر. يأتي الإمام أمير المؤمنين صلى الله عليه وسلم إياك والوقوع في الشبهات والولوع بالشهوات، فإنهما يقتادان إلى الوقوع في الحرام وركوب كثير من الآثام. أيها الأحبة، أيها الأصدقاء، لا تروحون في قضايا بها شبهة. يقول سيدنا أنا ما سويت شبهة بس الحمد لله كذا. هذا النوع من الطريق. ليش أنا أقول مولانا في معاملاتنا في الدوائر الحكومية نروح ناخذ إجازة مرضية وكذا؟ سيدنا أنا ما سوى شيء. حبيبي هي نفس الإجازة المرضية اللي تريد تروح ما أدري وين وتاخذ إجازة هي حرام. فإذا أنت تجرأت على الإجازة المرضية التي هي شيء حسب تعبيرك أنت تشوفه شيء هين، راح تسقط في قضايا أكبر. صغيره يفضي إلى كبير. أحسنتم جزاكم الله خير. والقضايا اللي هي التعيينات وتزويرات وشهادات وكذا، هاي كلها فلا تقربوها، لا تقربوها. واحد ما حاط ميزانية كهرباء، بابا ما حاط، هذا أخو سرقة. يقول ها مو ما جايين. أنت رحت خبرت أنه أنا بنيت بيت وجريت كهرباء، خبرت حتى يجون. فأنت لما تسكر على القضية البسيطة وذيك قضية بسيطة وهذه قضية بسيطة تجتمع تصير مثل ذيك القضية اللي بيناها رسول الله صلى الله عليه وقال أن الذنوب الصغار تجتمع حتى تصبح ماذا؟ حتى تصبح جبلا من الآثام. كأنه طبقات سيدنا تراكم على القلب وتعمي تدريجيا. بلا أشكال. أحسنتم سيدنا الكريم، إيضاحات مهمة وتدبر مهم. شكرا جزيلا سيدنا. على بركة الله نبدأ باستقبال مشاركاتكم إخوتي الكرام أخواتي الكريمات. أول المتصلين والمتصلات من؟ أم مصطفى أختي الكريمة تفضلي. السلام عليكم سيدي. وعليكم السلام ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. إيه بدي أسأل. تفضلي.
سيدة أنا قاعدة ويا عيالي بس عازلة عنهم وعن فوق. نعم. إي بس هم يعني عندهم يعني أشوف عندهم إشكالات يعني حرام شي مال أيتام. وأنا يعني آكل منهم يودوا لي يوديهم بس ما أنا مأذيني بس أنا يعني أحس إني يعني عندهم بيتهم يعني مثل الحرام. نعم. والسؤال الثاني أنا من نقاط الآن يعني أحاتي جهال يعني لو يحبون قبلوها يو أشرتهم يعني عندي شيء من نقاط الآن. بس عفوا وانت تقرأين القرآن تأشرين الجهالش أثناء القراءة؟ إيه يعني يسوون مساحة أو شيء. نعم. شكرا سيدي. تحياتنا وشكرا جزيلا أختي الكريمة قراءة القرآن. شكرا جزيلا أختي، تحياتنا لحضرتك. عندنا اتصال من مؤيد، أخي الكريم تفضل. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله أخي الكريم مؤيد، حياك. سيدنا العزيزاني سيد مؤيد، عندي والدي مصاب بلوكيميا دم. نعم. زاد عن الوقت بسجل عدد مولدة 28. بس عيب من التلفزيون سمعنا من التليفون. هاي الفترة العام هاي السنة ما تقدر تصوم. نعم. الفطرة اللي مترتبة عليها. الفطرة لو الفدية تسأل عنها. الفدية مكان الصيام. تمام. إن شاء الله تسمع الإجابة أخي. تحياتنا لك مؤيد والشفاء والعافية إن شاء الله لوالدتك بإذن الله تعالى. شكرا جزيلا لك على اتصالك. عندنا اتصال من محمد أخي الكريم تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم سماحة السيد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا ما عندي سؤال بس أتمنى من عندكم دعاء بالذرية اللي صار 12 سنة إلى ذرية. بارك الله فيك. خدمتك الله يعطيك العافية حبيبي ويقر عينك بذرية صالحة بحق الحسين الشهيد. وأنا راح أبين لك في قضية سويها لأن أنا مو بس أنا يعني شفتها بل كثير من الأصدقاء علمتهم وجربوها وبعدين تصدوا علي والحمد لله بشروا الله يبارك. الله يبارك. بارك الله فيك. شكرا أخي محمد موفق إن شاء الله. شكرا جزيلا. نكمل وياك مشاهدنا الكريم، نستقبل المشاركات الاتصالات الرسائل الصوتية. الآن نأخذ رسالة صوتية نسمعها، تفضلوا. السلام عليكم سيدنا. وعليكم سيدنا السلام. هل لعب الدومنة في شهر رمضان تحديدا شهر رمضان حرام أم حلال؟ نعم احنا ما راح نسحب السؤال مو بس برمضان، كل أيام السنة طبعا. تحياتنا للأخ صاحب الرسالة الصوتية وشكرا جزيلا إلى على مشاركته. ننتقل إلى رسالة صوتية أخرى نسمعها. السلام عليكم سيدنا الفاضل. عندي أخوي صوم وما يصلي، أريد نصيحة إله. بخدمتكم. تحياتنا وشكرا جزيلا. يريد نصيحة. بخدمتكم. إن شاء الله تسمعها وإن شاء الله هو هم يسمعها. أم جنات أختي الكريمة تفضلي. تفضلي. عليكم السلام ورحمة الله أختي أم جنات. عندي سؤالين. تفضلي. السؤال إذا تكره شوية من الجنة. الصوت مو واضح أم جنات، الصوت مو واضح. ألو هسه. إن شاء الله أوضح، تفضلي. واضح؟ إن شاء الله أوضح، تفضلي. شو اسمه الزجاجة اللي تزرعها تكرم البزونة شوي يعني من فضل مالتها. نعم. وشكيت فيها فأني شفتها وشو مرتها بعد لسه الزونة أكلتها عائلية. تمام تسمعين الإجابة إن شاء الله. دجاجة شنو حية؟ لا الدجاجة بعد ما ذبحتوها وطبختوها أكلت من عندها مو؟ شو؟ الدجاجة مذبوحة. أي مذبوحة مذبوحة من سو جبناها. اي هو اللي اكلت من عدل بس اكلت من عدل القطه. اي اي و... اكلت من عندها شويه. اي فبعد انا كشفت من شو لانها شريتها ودبيتها اليها خليت اكلتها كلها. هنيئا لها هنيئا لها. تمام. سؤالك الثاني اختي ام جنات. والسؤال الثاني اختي صغيره عمرها 9 سنوات صامت شهر رمضان بس شنو بالصلاه؟ يعني وين قاعده تصلي؟ هذا شنو بعيده بعدين صلاتك؟ ايش قد عمرها هي؟ 6 سنوات مكلفة يعني هي اول سنة تصوم. زين، ليش تصلي قاعدة؟ ما تقدر كلش ما تقدر يعني؟ اي ما تقدر
تقدم تجيب للمدرسة تعبانة أيام بها مدرسة ذات الأسبوع، يعني الأيام الأخيرة مو كل أيام. خير إن شاء الله. إن شاء الله. يعني بعيد من صلاتها لو تبقى عليك. إن شاء الله تسمعين الجواب أختي الكريمة. تحياتي لحضرتك، شكرا جزيلا على الاتصال. وبعدنا نستقبل المشاركات والاتصالات إخواني الكرام أخواتي الكريمات، سواء كانت مشاركات عبر رسائل صوتية أو عبر اتصالات هاتفية أو حتى رسائل مكتوبة. أحيانا تطبيق المجيب دائما نؤكد على تحميله والاطلاع عليه وتصفحه به، أشياء جدا نافعة بصراحة للمؤمن، يا رب إن شاء الله تنتفعون بها. عندنا مشاركة من من؟ رسالة صوتية نسمعها. السلام عليكم. رحمة الوالديك سيد. أنا مطلوبة صلاة حدود 20 سنة. قبل فترة شفت فيديو تابع لمقلدي السيد السيستاني يقول يعني مثلا تقدر تقضي صلاتك بس يعني بدل ما تسجد على التربة مثلا وتقول مرتين سبحان ربي الأعلى وبحمده، تقدر مثلا تقول مرة واحدة سبحان ربي الأعلى وبحمدي أنا مرة واحدة، وبالسبحانيات مثلا مالنا صلاة الظهر والعصر وصلاة المغرب، يعني بدل ما أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر يعني أعيدها 3 مرات، يعني يقول عادي مثلا تقولها بس مرة واحدة. يعني فعلا هذا الشيء يعني صح؟ أنا بصراحة يعني نسيت منه كان صاحب الفيديو بوقتها. رحمة الوالديك. شكرا جزيلا للأخت الكريمة على السؤال، نسمع إن شاء الله الإجابة عليه بعد قليل. عندنا اتصال من جاسم، تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أيام مقبول إن شاء الله. منا ومنكم أخي الكريم، حياك الله. سيد صديقي ياكل تراب وهو صايم. شلون شي يسوي؟ ياكل تراب. ياكل تراب؟ يعني يعلسن الذبح. يعلسن الذبح. نعم. ويشرب سجاير. اليوم يشرب سجاير وهو صايم. يقول له حرام. يقول له عادي يشرب. نعم. واضح حجي. مشكور مشكور. حياك الله بارك الله. إن شاء الله أسمع الجواب أخي الكريم، شكرا جزيلا على اتصالك. وانت هم توصل الجواب بأمان ان شاء الله لصديقك اللي هامك انه يكون افضل، والله يكثر هاي الاصدقاء اللي دائما يبحثون عن الخير لاصدقائهم. شكرا لك والله يوفقك. عندنا اتصال له رساله صوتيه هسه نسمعها. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام. السلام اخي العزيز، اذا امكن توصلون هذا الاستفسار سماحة السيد رشيد الحسيني. عندنا أكو مشكلة بين الوالدة وعماتي أخوات والدي، تتهمهم بافتعال السحر ووضع السحر وعمل السحر إلها زين وبدون أي دليل، والحجة الأقوى هي والله أخذت عند فلانة فلانة عرافة أو فلانة تكشف أو أعرف شنو هي الرايحة يعني سيدي. فهذه قالت لها إنه فلان بسوي لي السحر، هذه الحجة قوي زين، وهي الآن تمنعنا تقول لا تواصلون عماتكم ولا تتقربون يومهم. شكرا للأخ الكريم، تحياتنا إلى إن شاء الله يسمع الإجابة والتفصيل من سماحة السيد بخصوص هذا الموضوع، شكرا جزيلا. نسمع رسالة صوتية أخرى. البارحة وي الفطور كنت أفطر وكثرت باللبن وكانت أمي موجودة، فقالت لي كافي مو زين عليك، فأنا ما أعرف عصبت حيل وقمت أصيح، بس من شفتها قامت تصيح وهاي يعني وضاجت من كثر عصبيتي حلفت بالقرآن، قلت بعد ما أشرب اللبن من نار الموت، يعني هذا إلي كفار أو ما إلى كفار؟ أتمنى تجاوبني بأسرع وقت. إن شاء الله تسمعين الجواب أختي الكريمة. أم علاء أختي الكريمة تفضلي. تفضلي يا أم علاء. أنا من أسمع لودان. نعم. أسمع لودان ما أضربش ما أدرك أصلي أجا أصلي قبل. وابنتني ابن
لا لحظة لحظة لما تسمعين صايم رمضان كله وبعدين من يقبل رمضان يشرب خمر. اوف واحدة واحدة أم علاء أم علاء لحظة، لما تسمعين أذان الصبح تنامين وبعدين تصليها قبل؟ إيه ما لا مو نايمة أقعد ما أقدر أخاف أقع. ها يعني من أصلي قبل بسبب صحتك يعني؟ إي والله ما أقدر يعني أظن ساعين. بس لحظة، أنت سمعتي أذان الصبح؟ إي ما قمت صليتي ليش؟ ما أقدر قاعدة بس ما أقدر أقعد. يعني شلون ما تقدرين تقعدين؟ يعني عندك مشكله بمفاصلك وجسمك؟ هاي والظهر بس اطلق هذا الصبح ليش؟ اقول ليش ليش؟ مو ما اقدر اقعد مريضه. ها مريضه زين، اذا انت تقعدين تقدرين ورا طلوع الشمس ليش ما تقدرين؟ ام علاء ام علاء واضح واضح صار واضح سيدنا هذا مشكله. ابني 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 يشرب الخمر بس صايم حبيبي. اي والله يشرب الخمر خارج رمضان برمضان يصوم. بعدين اي والله صايم رمضان بس. يا الله عيني يا رحمة الله. شكرا جزيلا. ممكن الهدايه تاتي عن طريق شهر رمضان وصيام ان شاء الله. تحياتنا لاختي الكريمه ام علاء الحاجه، شكرا جزيلا لها على اتصالها ومشاركتها. ناخذ رساله اخيره، لو رساله وراها رساله اخيره. يلا نسمع. السلام عليكم. بس بلا زحمة عندي سؤال. أنا من كنت صغيرة يعني إحنا علمونا على الصلاة وعلى الحجاب، فهسا يعني من كبرت أذكر أنه أنا عندي صلاة ما مصليتها، يعني عندي قضاء، فما أعرف يعني حسب ما أذكر أنه أنا يعني أيام قليلة ما صليت، بعد ما أدري يعني أقول أنه أخاف هواية أخاف شوية ما أدري، فصرت أقدر يعني صلاتي ما أعرف يعني شقد أقدرها. إن شاء الله تسمع الجواب. تحياتنا لها وشكرا جزيلا على تواصلها. ناخذ رسالة صوتية أخيرة وبعدها نتحول للإجابة على الأسئلة. سيدنا السلام عليكم. العفو سؤال إذا ما صير زحمة. اليوم أو بقية الأيام يعني قبل فترة هم صارت هاي الحالة. الولد إحنا هم يشتغلون بمطعم، والمطعم يعني ما يعزل إلا بعد الإمساك يعني بعد الأذان الله يعزل، فالولد لازم يسحر ويعني إحنا لازم نسحر، فما لحقنا قاعد نسحر. فاليوم أذن الأذان وإحنا يعني الولد اللي بيهم يأكلون اللي بيهم يشربون ما يعني صح الله أكبر يلا قطعوا، فما أعرف شنو حكمها هاي. شكرا جزيلا. ويا أذان الصبح انقطعوا عن الأكل. تحياتنا لك أخي الكريم وشكرا جزيلا على طرح السؤال، وإن شاء الله تسمع الإجابة وتحولها أيضا الإجابة لأصدقائك اللي يشتغلون بهذا المطعم وزملائك. الله يوفقهم ويوفقكم إن شاء الله دائما للقمة الحلال. على بركة الله مشاهدنا الكريم نتحول للإجابة على الأسئلة. نكرر ترحابنا بضيفنا الكريم السيد رشيد الحسيني، حياكم الله سيدنا وشكرا لحضوركم. سلمكم الله بارك الله لكم سيدنا. نبدأ من الأخت أم مصطفى اللي ساكنة ويا أهل زوجها، تقول ولو في غرفة معزولة عنهم، تقول أشعر أنه وعدهم حرام مرتبط بحقوق الأيتام، هم ما مأذيني بس أنا آكل من عندهم، هل علي إشكال؟ في واقع الحال يعني ما أدري صحة معلوماتها يعني ودقتها يعني، ولكن عموما الإنسان تتراكم عنده ظنون، يشوف حركات يشوف قضايا تصير عندهم دوافع معينة، ويحسب أن فعل الآخرين على الغلط أو حرام أو فيه تجاوزات. أقول كنصيحة يعني أنه حاولوا جهد إمكانكم أن تحسن الظن بالآخرين. إذا شفت واحد يمشي مع واحدة في الشارع لا رأسا شنو ها هذا شلون، يمكن أخته يمكن زوجته يمكن أمه يمكن عمته، فنحاول أن دائما نفسر القضايا بشكل صحيح، وهذا أمر الشارع. أمر الشارع على أنه احمل فعل أخيك المؤمن على أحسنه، لا تحمليه تحميل غلط. هذه كنصيحة. أما أنه أنت شنو لا ربط لك فيه، إن كان هناك حراما إن كان هناك شبهة أنت على حال عيشي عيشتك وطريقتك، وحاولي أنه تبتعدي عن سوء الظن، أو لا تبيني أنه أنتوا ناس مخوش وإحنا خوش، أنتوا ناس عصات وإحنا مطيعين،
أنتوا ناس منحرفين وإحنا مستقيمين. هذا الشعور أيضا لا يصير، لأن لا سمح الله يخلق عداوات. سيد في حال أنه مو ظنون تأكيد، فهي تقدر تأكل من الأكل اللي لا إشكال في ذلك. نعم. لا إشكال. نفس الأخت سألت سؤال ثاني سيدنا، تقول أثناء قراءة القرآن أبناء يسوون في حركات معينة، فأني أشر لهم بإيدي أفهمهم وأني أثناء القراءة. لا إشكال في ذلك، يعني أنه يجوز الإنسان القارئ القرآن أن يقطع قراءته ويتكلم ويوجه وكذا، أو يقوم للطبخة يكمل الطبخ ويرجع يقرأ، يفتح الباب يرجع يقرأ، ويطعم الأطفال ويقعد يقرأ. فقطع قراءة القرآن ليس حراما، ويمكن الإنسان أن يؤدي أي عمل في أثناء قراءة القرآن ولا إشكال في ذلك. طيب لو سألنا نفس السؤال بالنسبة للصلاة سيدنا، بعض الناس أثناء الصلاة يأشر، أيضا لا إشكال في الإشارات المعينة التفهيمية في الصلاة، أيضا ما في مشكلة. أنا أصلي مثلا طفل قريب إلى أمر مثل كهرباء أو شيء، أنا أصفق أو أضرب على فخذي أنبه أنه ديروا بالكم الطفل كذا، فهذا لا إشكال فيه ما لم يحفظ صورة الصلاة. أحسنتم سيدنا. الأخ الكريم مؤيد والدته مريضة، يقول ما قدرت تصوم، فيسأل عن فدية الصيام بالنسبة لها سيد. العاجزون عن الصيام، العاجزون عن الصيام قلنا على أنه يجوز لهم أن يفطروا ما دام بينه وبين الله عاجزين، يفطروا ويعطوا 22 كيلو من الطعام سواء كان طحينا أو رزا أو تمرا، 22 كيلو ونص إلى الفقير. نعم. ما في إشكال. عن كل شهر رمضان، كل شهر رمضان. وفي حال قدرت بعدين تقضيهن، تقضيهن سيدنا. قلت العاجزون، العاجزون إذا العاجزون لا يعطون. نعم. عاجزون لا يعطون فدية. قصدك غير العاجزين سيدنا. العاجزون يعطون فدية. نعم. أما غير العاجزين لا يعطون فدية، وإنما ينتظرون إذا قادرين على أن قادرين على أنه يقضوا من هذا رمضان إلى شعبان القادم، إذا قدروا يقضون بعد ماكو فدية. إذا عجزوا أيضا عن القضاء لمرض مستمر أو مرض مزمن، ذاك الوقت يعطون الفدية قبل رمضان المقبل. بلي. نعم. الأخ محمد سيدنا طلب من عندكم الدعاء له بالذرية الصالحة 12 سنة، وحضرتك وعدت أنه تنطيف نصائح. يعني أنا ما أنطي في الواقع إلا ما أعطى نبي الله نوح. نبي الله نوح يقول لربه أن يا ربي أنا بشرت الناس ودعوت الناس وبينت لهم أنه يا جماعة سووا هذا الشيء سووا هذا الشيء تحصلون وراء فوائد كبيرة. فلما نوح النبي القرآن يعبر عن وعوده، وعوده وعود صادقة، لأن النبي لا يتكلم من نفسه، والقرآن نفس الأمور اللي ذكرها نوح يذكرها في القرآن. نعم. إذا تسمحون أقرأ الآيات من سورة نوح. قال فقلت استغفروا ربكم. نوح جاء يتكلم ويا رب العالمين، يقول يا ربي أنا هيك سويت لهم، بس هذول ما يسمعون حكاية ما يسمعون كلام. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. أولا اللي يستغفر الله الله يغفر له. بعد يرسل السماء عليكم مدرارا، اللي يريد زرع يريد الفلاحين يعني يردون زرع يردون فلوس يردون على حال حسب تعبيرنا خير. الاستغفار طريق لاستدرار الرزق، وأقولها بصراحة ما أدري يمكن قائلها أو ما قائلها، أنا شخصيا رشيد الحسيني كم مرة ومرة أصاب بحالة من على حال الوضع المادي التعبان جدا، فألجأ إلى الاستغفار، ألجأ إلى الاستغفار عملا بالقرآن انصافا. الله يعلم وأنا صائم أقول الله يعلم يدر الله علي شيئا لا أتصور، فالشيء ما وعندي قصص في هذه، وهذه ليست أنه كرامة إلي، لا 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 أنا منو حتى يكون كرامة، أنا أقل الناس، بس أريد أقول أن الله سبحانه وتعالى لما يقول شيء بس الإنسان خلي يعمله بحسب تعبيرنا بقناعة تامة وثقة تامة رب العالمين ينطيه ينطيه. الإكثار من الاستغفار. يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال،
اللي عنده دين واللي عنده مشكلة اللي عندك، ويمددكم بأموال وبنين. هاي إلك يا الأخ الكريم محمد، منو محمد أبو جاسم، هاي إلك وبنين، ويجعل بعد. شوف هذا الاستغفار إيش قد حسب تعبيرنا شو سموا أنتو، هذا تعبير حلو، الاستغفار دواء لكل داء. نعم. أموال بنين، أموال استغفار أولا. نعم. الله يغفر الذنوب، هذه نعم. توبة. أموال وبنين ومطر زين، يعني ما شاء الله خضرة وزرع. بعد ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا. أنا أقولها وأكرر، تجربتي وتجربة كثير من المؤمنين الله يذكره بالخير، طلبة كان عندهم ما يعني يسعدهم أولاد، قلت لهم بابا استغفروا الله بشكل مستمر أنت وزوجتك وابتعد عن الذنب. أغاني اللي تسمع، سوالف تعبانة اللي تسويها، قضايا تعبانة بينك ما بين الله 40 يوم، ما أقول لك 40 يوم، اخلص لله 40 يوم بدون ذنوب واستغفر الله. إذا ما بشرتني تقول سيدنا زوجتي حامل أنا معتب بعد شطري، يعني عندي ثقة بالله بشرطه وشروطه، استغفار وابتعاد عن الذنب. شوف رب العالم شلون يعطيك إياه، وإن شاء الله تبشرني يا جاء محمد. اللهم آمين. رسالة من أحد الأخوان، رسالة صوتية سيدنا، يسأل عن لعب احنا نسميها بالعراق الدوملة اللي هي الدومينو في شهر رمضان، يقول حلال ام حرام، يركز على شهر رمضان. بلي سمحت السيد والاعلام الاخرين من الفقهاء يقولوا ان لعبة الدومينو سواء كانت بمراهنة او بدون مراهنة لا تجوز، سواء في رمضان او في غير رمضان لا تجوز، فينبغي الانسان المؤمن ان يجتنب هذه اللعبة القمارية، حسب تعبير الاعلام انها من الألعاب القمارية، وإن كانت بدون فلوس وبدون مراهنة. طيب سيدنا، أيضا رسالة صوتية من أحد الأخوان يحكي عن أخوه، يقول يصوم ولكن ما يصلي، فأنا أريد نصيحة إليه. وأنا يعني كمقطع انتشر في هذا المجال، إن أسئلة جدتي مشابهة أعتقد في البرنامج كان عندنا أيضا. نعم. أنه يا أحبائي يا أعزائي، رب العالمين يريدنا احنا متدينين كباقة واحدة، يسموه باقة ها؟ نعم سيد. باقة واحدة او مجموعة واحدة، رب العالمين يريدنا انه نؤمن به وبأحكامه جميعا، يعني لا ان نؤمن ببعض ونكفر ببعض، ان نلتزم ببعض ونعصي في بعض، ما يصير التصلي وما الصوم، او الصوم وما الصلي، أو تصلي وصوم وتشرب خمر، هذه ما تجتمع. ما تجتمع بأي معنى؟ يعني لا تجتمع على أن تكون طاعة لله. أنت حباب والله العظيم يا أستاذ مرتضى، ذول الولد عدهم جذوة إيمان، عد يعني تربة إيمان وبذرة إيمان وتقوى، ولكن مشكلته الهوى. نعم. الهوى بيخلي بعدين الصلاة، بعدين بعد ربع ساعة، بعد نص ساعة وراحت الصلاة، يوم الثاني بنفس الشيء، فيتعود على عدم الصلاة. فحبيب قلبي رسول الله صلى الله عليه وآله قال لشخص: أترى لو كان على باب دارك بركة وأنت تغطس فيها وتغسل فيها 5 مرات باليوم، أيبقى على نفسك على بدنك الدرن؟ لو عنده واحد حوض كل يوم 5 مرات يطب الحوض ويطلع، يبقى وسخ؟ لا. يقول النبي هذه الصلاة كالحوض الذي أنت تتطهر فيه. الصلاة تطهر الإنسان، الصلاة تبعد عن المنكر، تبعد عن الفحشاء. حبيب قلبي تعال صلي، فإن الصلاة عمود الدين، إن قبلت قبل ما سواها، وإن ردت رد ما سواها. أم جنات سيدنا، سؤالها الأول شوي بنوع من الطرافة، عندهم دجاجة مشتريها مذبوحة وجت البزونة أكلت منها. أها. فهي ما كذبت خمر، شارتها كلها طلعت للبزونة. كلش ممتاز. هذه البزونة ما أدري، سأنا ما أريد أتكلم كلام مضحك، ولكن عموما كانت هذه البزونة داعية الله أن يرزقها رزق بهذا النوع، وتي كنتي وسيلة.
ليش القتل، ليش ألقت الدجاجة إلى القطة؟ ليش تعتقد أنه القطة إذا أكلت من اللحم يتنجس؟ نعم، وهذا ما يمكن. لا حبيبتي، يا لا يا عزيزتي، لا يا أختي، ترى القطة، القطة طاهرة، القطة طاهرة. نعم، حلقها طاهر، بصاقها طاهر، واضح؟ نعم. وحتى لو شربت مي من مكان تقدرين انت تشربين مي، ما في اي مشكله، فطاهره. نعم، بولها وخرؤها نجس، وشعرها، شعر القطه اذا صار على ابداننا وعلى ملابسنا ما نقدر نصلي. نوخر ونصلي، نوخر ونصلي، بس حتى اما هي طاهره، هي طاهره. لا. فلذلك انت طيتيها، قلت هاي رزقها، حسب تعبيرنا مخلوقه الله، رزقها. وإلا كان يمكن أنه على حال طبخية وتأكلية، ما في أي مشكلة. طيب، نفس الأخت سيدنا سألت عن أختها الصغيرة عمرها 9 سنوات، هالسنة تكلفت، بلشت تصوم، بس قاعد يصير عندها إرهاق جسدي بحسب أختها، فتصلي من جلوس. الله يحفظهم جميعا، يحفظ البنيات الحبابات الملتزمات. بس حبيبتي عزيزتي، لا تعلمين نفسك تصلي من جلوس. هذا الجلوس مع الناس المعظمين المقربين المشلولين، انت ما شاء الله بنية سباعية، لا تقعدين تصلين اصلا. القعدة الصلاة من جلوس ما يصير. عمو انا تعبانة، اقعدي روحي نامي شوي في الساعة ساعتين وبعدين قوم صلي. لما ترتاحين قوم صلي. والصلاة على حال تصلي اي وقت، حتى لو ساعة 5 العصر ما يخاف، صلي حتى بالخمسة. مو أنه أنا لأني تعبانة أصليها بالثلاثة وأنا قاعدة، ما يصير. روحي نامي وقعدي بالخمسة وصليها، وأنت شنو؟ من قيام وقعود وركوع وسجود. واضح حبابتي؟ عافية. أحسنتم سيدنا الكريم. رسالة صوتية من إحدى الأخوات تقول أنا مطلوبة صلاة 20 سنة، قالوا تقدر أو أحد الأشخاص ربما أو إحدى الأخوات قالوا تقدر تقضي، بس تسجد وتقول مرة واحدة الذكر سبحان ربي الأعلى وبحمده، وكذلك في السبحانيات بالركعة الثالثة والرابعة تقدر تقول مرة واحدة سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. تعليقكم سيدي. أختي الكريمة، ما أدري تسامع من وين أنه لابد بالسجود سبحان ربي الأعلى وبحمد تقولي مرتين. ما يحتاج مرتين، مرة واحدة كافي. يعني كل الفقهاء يقولوا الذكر السجودي مرة واحدة، والذكر الركوعي مرة واحدة، سبحان ربي العظيم وبحمد مرة واحدة، ما يحتاج مرتين أبدا. وما يحتاج اللهم صل على محمد، هذه مستحبات هذه. نعم. فالذكر الواجب سبحان ربي العظيم وبحمده، هذا للركوع. والسجود سبحان ربي الأعلى وبحمده، خلص. والسبحانيات 3 مرات يجوز له أن يقول مرة واحدة إذا كان عليه حال، يرجع إلى الفقهاء الذين يقول بالاكتفاء. سمح سيدي يقول أيضا يكتفى بالواحد وإن كان للأحوط 3 مرات. طيب سيدنا، هو أقل الذكر بالركوع والسجود شنو؟ سبحان الله سبحان الله سبحان الله. مرة واحدة ما تصير؟ لا لا، 3 مرات. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. طيب، الأخ جاسم سيدنا يسأل عن أحد أصدقائه أظن، يقول لو هو صايم يخلي التربة بحلقة يلوكها وبعدين يلفظها، يعني ما يبتلعها، وإضافة لهاي هو أثناء صيامه يدخن، يقول علما هو من مقلدي السيد السيستاني أدام الله عزه. يعني أكل التراب، التراب وأكل التربة هذه عادة، تدرون أكو يعني مشكلة، مشكلة يحس بأنه يحتاج إلى كالسيوم وكذا، مشكلة يعني هي يسموها اختلال في السلوك. نعم. اختلال سلوكي هذا. فلا نعلم أولادنا يأكلون الجص أو التباشير أو الكذا، لأن هذه بعدين يتعلم عليهم. هذا الولد بيتعلم يأكل التربة، إذا لفظها برا وبصق، يعني بصق ما في إشكال، يعني يقرضها بعدين يلفظها برا مثل الطين، لا إشكال فيه. المهم أن لا يبلع، إذا بلعه صومه باطل. أما التدخين فعلى رأي المشهور الإعلام ومنهم سمحت السيد السيستاني أنه مفطر. التدخين مفطر على الأحوط، فاجتناب هذا الأمر حتى على حال صومك يصير صحيح بشكل تام. لا تخلى أسجي قارتين دوسة، واحد يقول يا أبا أشرف 20، يقول يا بس هذا جاي يعصي يعصي، بس على جيجارتين ما تسوى، هالجيجارتين هم خليها فدوى المن، فدوى صومك. أحسنتم سيدنا. رسالة صوتية من أحد الأخوان،
او اي نعم احد الاخوان يقول عندنا مشكله بين الوالده وبين عماتي، وقالت تتهمهم بالسحر بلا دليل، وهي رايحه العرافه وقالت لهم انه مسحوره. فيقول المشكله انه منعتنا من التواصل ويا بيت عمتي هذه او ويا عماتي نفسها. يعني الامهات امتحان، الامهات امتحان، يعني بتعبير القران الامهات فتنه. شلون الاولاد فتنه؟ بس بالمعنى الايجابي سيدنا طبعا. لا لا، فتنه بهذا المعنى. نعم. الاولاد فتنه لانه واحد على حال قد اولاده يجروا الى الغلط وقد يجروا الى امتحان. نعم. امتحان. انما اموالكم واولادكم فتنه. وكذلك الامهات الفتنه بماذا؟ بمعنى انه انا اقع في ابتلاء. أطيعها وأمشي وراها بشكل كامل لي الجنة. واقع يعني طاعة الأم ورضا الأم كذا، هذا رضا الوالدين عليه رضا الله. شوية حسب تعبيرنا تدهور علاقتي معاها وأحكي كلام مو زين وراء النار معصية. فلذلك قلت هي فتنة محل اختبار. نعم. وامتحان. والدتي الكريمة عندها مشكلة ويا حمواتها. نعم. حمواتها مو خوشواتها، وكل سحارات وكل كذا. يابا من وين عرفت سحارات؟ وإحنا أول الحلقة اليوم إيش قلنا؟ حسن الظن. قلنا حسن الظن واحد لازم عليها. يابا من وين فهمت سحارات؟ قالت أنا رحت لفلانة العرافة قاعد أني دير بالك من هين، مثل أبو علي الشيباني وذول هالنمونة ذولا. قالوا فلان. أولاً أنت ليش رحت لفلانة يا ماما؟ ماما أنت ليش رحت لفلانة؟ يعني أنت جاي ترحين لأمور هي غلط، وعلى الغلط تبنين شنو؟ سلوكياتنا، وتريدين كل وضعنا تبني على الغلط، واللي مبني على الغلط غلط يا ماما. اللي تبنيه غلط، واللي ترحيه غلط، واللي تسويه غلط. وهذا جات فرقين بيننا وعليه حال قطيعة رحم، وهذا كله حرام. لا. فلا بد الإنسان أن ينبه. بس واحد يقول يا أبو أمي قافلة. بعض الأمهات. نعم. بعض الأمهات لو الآن يجي علي ابن أبي طالب ما يفيده يعني. واقع. فسيدنا قافلة أمي شو أسوي؟ روح زور عماتك ولا دير بال. بس أمك لا تفتهم. إذا افتهمت وغضبت عليه. لا، إذا افتهمت تتأذى. إذا الأم حرام. نعم. إذا الأم حرام طاعتها مو واجبة. قالت لك لا تروح. قلت بعيني بعيني ماما. قلت روح شوفهم لعماتك وديرين هديه ازلابيه واقعود بخلاوه وايام رمضان. بعدين شنو؟ قل لهم عمه لا تقول لامي، رجاء امي تتاذى، لا تفتن. واضح شنو صار؟ نعم. اذا انت تواصل ويا عماتك من دون علم والدتك، لان والدتك اذا علمت ستغضب ستتاذى وايذاؤها في اشكال. رسالة صوتية أخرى سيدنا من إحدى الأخوات، حالفة غاضبة أنه هي ما تسوي فعل مباح عادي، يعني ما تشرب اللبن هي مثل ما قالت. يظهر أنه صارت ويا أمها مشكلة. الأخت أيضا أمها صيحت، هاي صيحت قالت بعد ما أشرب اللبن، والله ما أشرب اللبن. شوفي إذا كان يمينك هذا صدر في حالة حسب تعبير حالة نفسية عصبية أفقدتك، يعني أفقدتك التفكير والقصد، فما في إشكال. حسب تعبيرنا واحد يقول سيدنا أنا قلتها بعد مو بيدي، ما أدري إيش صار بي، هذا لا يؤخذ به. يعني ترجع اللبن تقدر أي شربي لبن، وإن شاء الله تعالى بالهنا والصحة والسلامة. سنتم سيدنا. أم علاء الأخت الكريمة كان عندها سؤالين. الحاجة أم علاء عفوا، السؤال الأول كان لما تقول أني أسمع أذان الصبح، بس أنا مو كلش فهمت السؤال حضرتك قلت واضح، فما أقدر أصلي لأن أنا مريضة، ولكن بعد طلوع الشمس أقدر أصلي فأصليها قبل. أنا قلت لك ليش واضح. نعم. هي تقول لما أسمع الأذان وأنا بالفراش كأنما هناك نوع من عدم الاهتمام، ها ما أقدر ومريضة ودايخة وشلون هتجي لما تطلع الشمس شلون قومي؟ فحالة نفسية هي. نعم. حالة نفسية وهي عدم قدرتها على ردع نفسها. هتجي أنت ببيتي أنت أمي
شوية أنطي من نفسك قولي لا أنا أقدر وأقوم والله سبحانه وتعالى يصيح حي على الصلاة خلاص قومي. أما أنت تسمعين الأذان تقولي ما أقدر ما شنو ما أقدر، حتى لو ما تقدرين يوم تجيبولي الإبريق وتتوضين بالفراش وتصلين بالفراش ليش؟ واجب واجب، إذا طلعت الشمس قضاء يصير ما يصير. واضح حجية؟ أنطي شوية من نفسك شوية، وإذا ما تقدرين والله بالله تالله ما تقدرين ما يجوز تنامين، قولي يا بجيبولي وصلي بالفراش. أحسنتم سيدنا، من الوقت أخذنا وعدنا ثلاث أسئلة سريعات. أم علاء أيضا تقول ابن ابني يشرب الخمر خارج رمضان ويصوم في رمضان ويقلع عن الخمر في شهر رمضان. اللهم اهده اللهم اهده اللهم اهده. هؤلاء في واقعية أنه عندهم طينة طيبة بس شيطانهم هواهم ساحبهم قوي ويسحبهم إلى الغلط. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقه أن يبتعد عن أصدقاء السوء، يبتعد عن رفاق السوء، يبتعد عن هذا الرجس الشيطان. نعم. إنما الخمر والميسر والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه فاجتنبوه. القرآن جي يتكلم وياك حبيبي ابتعد عنه. نعم. والله شاء تعالى يوفقك وترجع إلى الله بتوبة نصوحة إن شاء الله. أحسنتم سيدنا. واحد مطلوب من شان صغير بس ما يدرج قد مطلوب، شي يسوي سيد؟ مطلوب صلاة؟ نعم. على أي حال إذا كان ما يدري أنا سكيد، طبعا البنية هي تقول أنا عندي خوف. بابا ليش تخافين؟ لا تخافين وانت حبابة تقول أنا من صغري أصلي ومحجبة، لا تخافين، هذا الخوف مو صحيح وهي الهواجس مو زينة. أنت شابة في بداية حياتك تحتملين أنه صلاة ما مصلاية إشقيت، يمكن سيدنا له 20 يوم لا 10 أيام، بس 10 أيام يخضيه. نعم أحسنت. واضح، أقلل احتمالات. آخر سؤال سيد، عمال مطعم ما يلحقون يتسحرون فباللحظة الأخيرة اللي هم قاعد يأكلون يصيح الله أكبر وينقطعون عن الأكل. خلاف الاحتياط هذا. هذا خلاف الاحتياط، ما يصير حبيبي. إذا عندكم شغل أنتوا قبل ما إذا عندكم شغل قبل ما شو اسمه قبل ما يجون الزبائن وكذا انتوا تسحروا، او انت تشتغل خلي لك لقم وكل، اما انه تجعله الى طلوع الفجر فهذا فيه اشكال. الله يوفقهم ويرزقهم بحق محمد وآل محمد. سماحة السيد رشيد الحسيني الاستاذ في الحوزة العلمية في النجف الاشرف، شكرا جزيلا على كل هذه الفائدة. شكرا سيد. سلمكم الله تعالى، بارك الله فيكم. الشكر لكم أيضا مشاهدين الكرام، لنا لقاء إن شاء الله تعالى في الغد، تقبلوا تحياتنا في رعاية الله وحفظه.